أهلا بكم. الفنان والممثل عمر ثايري يتراجع عن قرار اعتزاله التمثيل بعد لقائه وزيرة الثقافة. لسلامتكم، اقعدوا في ديوركم. رجع رسميا الممثل والفنان عمر ثايري عن قرار اعتزاله التمثيل الذي كشف عنه منذ 3 أيام في فيديو مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي. القرار يأتي بعد اجتماعه مع وزيرة الثقافة مليكة بن دودة في مقر الوزارة في هضبة القبة بالجزائري العاصمة. هذا وقد تناقشت الوزيرة مع الممثل عمر ثايري عن ظروف هذا القرار وعن كل الحلول التي يمكن تجسيدها لإتاحة المجال لكل الممثلين والمبدعين في مزاولة نشاطهم وإبداعهم في المستقبل القريب، مع الأخذ بعين الاعتبار كل مشاكلهم الاجتماعية المهنية وحتى الفنية. هذا وقد تلقى عمر ثايري الكثير من رسائل الدعم والمساندة والمطالبة أيضا بتراجعه عن هذا القرار الذي صدم الكثيرين في الساحة الفنية، خصوصا وأن الأمر سيتيح لهواة التمثيل ولسناب شاتر ولخريجي التيك توك من مزاولة التمثيل، بدلا من هؤلاء الذين يملكون خبرة في المجال منذ سنوات ويملكون أيضا الكاريزما أمام الكاميرا وشاشة التلفزيون. ومن بين هؤلاء الممثل فريد الروكر الذي أطلق فيديو على الانستغرام رفقة عادل إبيزا يدعون فيه فريد الروكر كصديق لهم في التراجع عن هذا القرار الذي يعد صدمة كبيرة، كما دعوا في وقت سابق الممثلين والفنانين إلى نشر فيديوهات تحث عمر ثايري على التراجع على هذا القرار الصادم الذي لا يخدم الساحة الفنية والثقافية. هذا وقد تداولت الكثيرون صور لقاء وزيرة الثقافة مليكة بن دودة بالممثل عمر ثايري بعد أن نشرت وزارة الثقافة الصورتان على موقع الفيسبوك عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، وهو الذي تم بعدها نشر خبر تراجعه عن قرار الاعتزال من التمثيل نهائيا، وهذا بعد وعود من وزيرة الثقافة مليكة بن دودة بحل المشاكل العالقة وتحسين الوضع الفني في الجزائر. وستتابعون فيما بعد فيديو فريد الروكر الذي يحثه على التراجع عن قراره، كما ستتابعون أيضا مقطعا قصيرا وصغيرا من قرار اعتزال عمر ثايري في وقت سابق على الفيسبوك، فمتابعة طيبة. السلام عليكم لي زامي. بون جينا نحكيو على واحد السوجي شفتو صافي دو جور، بون ما قدرش بزاف، ما حبيش لازم نهضر، ما قدرش ما نهضرش. بون على خونا عمر طايري، انا بور مو كان يروح عمر طايري، سمحوا لي بزاف ما نقدرش كيفاش نوصف لكم، مي سي اون بيرت في السينما تاع الجزائر. انا هذه الفيديو درتها باش نتضامن معاه ونقول له حنايا وكاع لي زارتيس رانا معاك، وماذا بينا تعاود تولي خويا عمر، خاطش حنايا نحبوك بزاف وحنا نشفى لك. انايا بيرسونيلمون في 2013 ولا 2014 كانت عندنا، كان في بريكات حمر، وانا كان لي الشرف باش كان عندي انتيرول معاك، ما نقدرش كيفاش نوصف لكم كيفاش عاوني وحسيت روحي اليس كي كنت معاه. عمر رانا كاع معاك وان شاء الله يا ربي تعاود تولي، وحنا كانت عندنا حاجه صغيره الشرف تاعنا باش تكون انت معانا، ربي يحفظك وهم لك كاع لي زارتيست، ونتمنى كاع لي زارتيست كاع يديروا فيديو ويوقفوا معاك. هاوليك فريد زيد يقول لك حاجه. خويا عمر طايري حبيبي ودراعي اليمين مونامي، جوز معك يا ما تشابين، وكان عندي الشرف اللي تعاملنا كيف كيف وخدمنا كيف كيف في دي سيت كوم في لي فيتون كذلك، راح تخلي ان غران فيد تما، ماذا بينا تعودتوا لي باش ما نخلو لهمش هاد العباد هادوما لي فوس نوت الفرصه، ما نخلو لهمش الفراغ. راك فهمني خويا عمر، انا نعرف القيمه تاعك، انت تويز ان نوم دو تياتر، تويز ان بروفيسيونيل دو ميتيي، وتوي فور دو كاركتير، حنا نضامنو معاك، حنا اصدقائك، انت توي ان امي تري شير، توي بروش ليا بزاف عمر، وانا نحبك بزاف ونحترمك، توي ان كرون مسيو، سلامي الحر العائله تاعك، وبربي ان شاء الله هاد الشده هادي تروح، وكذلك ندوموندي حاجه تري تري زامبورتون للمسؤولين تاع الثقافه
هكذا باش يوقفوا مع خويا عمر، هذا غران كوميديان، سان غران تارتيست، وخويا وحبيبي ونحبك ونحترمك، وسلامي الحر العائله تاعك، ورانا مضامنين معاك، رانا مضامنين معاك. العائلة الفنية ما نهضرش عليها لأنها هي العائلة الثانية تاعي، وتكاد تكون العائلة الأولى، أصحابي، كل أرتيست بأسمه، كل إنسان راه يتفرج فيه ويتبسم بركة ويقول هذا صاحبي، ونقول له أنا صاحبك وأنت صاحبي، وخاوتي كل أحبابي، وما زلت عندي ذكريات كبيرة مع كل الفنانين بكل أحجامهم، بالاعتراف تاع شيخنا عثمان عريوات اللي نحبه ونعزه. وان شاء الله راني عندي بلاصه ثاني في قلب، وجيني اصدائي بلغ لي سلام في كل مناسبه، وانا دائما بادلو الحب والتعاطف لكل فنان، الاصغرهم حتى اللي في جيرون اللي تعلموا معايا، واللي تعلمت معاهم كي كنت في جيرون، كل انسان عرض عليا عمل نقول له دركا المباشر اسمح لي ياسر، ما عزتك فوق راسي ما نديرش اشهارات، ناس بزاف عيطوا لي، ناس بزاف من كبار المخرجين هنا في 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 الجزائر، باش ما ندخلش في البوست عيط لفلان وفلان، عيط سي اللي نهضر عليه راهو على باله، بارك الله فيك، ربي يوفقك ان شاء الله في سبتمبر ولا في جونبي، ان شاء الله ربي يوفقك ويعطيك الخير، لانك فكرت فيا واتصلت فيا في قداش من مره، وقلت لي كلمتك الشهيره لي يعني متشوق باش نخدم معاك، انا ثاني متشوق، كنت متشوق باش نخدم معاك، ولكن دوك راني من اكبر معجبين ليك. لكل المخرجين، كل سيناريست فكر انه يخدم لي دور على جالي، كل الناس الدومين وكل اللي عاونوني، حتى الناس اللي ما عاونونيش لانهم كانوا يشوفوا باللي ممكن مانيش اهل الدور ولا لواحد اخر، على الاقل فكروا حتى ما نكونش في الدور هذاك، انه فكر اني ما نكونش في الدور هذاك، فكر فيا، بارك الله فيا، اطلب السمح من كل انسان، من كل تقني، من كل مخرج، من كل ممثل، من كل انسان ممكن زعجته، من كل انسان اذيته وانا ما على باليش، لانه اللي اذيته وانا على بالي سير مور انا طلبت منه السمح، راني نقول الناس اللي ممكن انا ما على باليش ردت فعل في شارع ولا في عمل ولا في بلاطو ولا انسان ظلمته وانا ما على باليش، هذاك نطلب منه السمح. اي مواطنين ما نحكيش، نتلاقاو برا، نتلاقاو ان شاء الله، ناس بزاف يقولوا لي وين نقدروا نشوفوك، وما تجيناش البرامج باش تحكي حياتك، مانيش اسطوره، مانيش نيوتن، ما اكتشفتش الفيروس تاع الدواء تاع كورونا، ما اكتشفتش كوكب جديد، انا الا انسان كما يقولوا نتيجه تاع 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 ستاج تاع ناس ماتوا الله يرحمهم، وناس عاشوا، سيدي علي كويرات، حاج رحيم الله يرحمه، رشيد فاس الله يرحمه، مون كادرور، فاطمه حليلو، ما نقدرش نسمي في ناس، الناس اللي خدمت معاهم وداروا فينا ثقه، لو كونسي تاعي لي جون اللي راهم جايين ولا اللي راهم يخدموا دركا، يسيد باش نخدموا برك، ماشي نقول انا ها واش كنت حاب ندير، العمل تاعك على مشوارك هو اللي فهم الناس وفهمنا واش كنت حاب ندير، ابتعد شويه على الاضواء باش تقنع الناس باللي انت انسان هايل، صح انت انسان هايل، بصح خلي الوقت هو اللي يهدر،
روحوا درجة بدرجة هذا واش تعلمت من عند الكبار، تعلمت نروحوا وحده وحده، والوقت كفيل انه يبين ليك ولغيرك انك انسان اهل هذه المهنه هذه. واش عساني نقول تراه مبكر، الحاله بارده شويه في برج باريري، الله يدوم قصدك وشي فرحات، الله يبارك فيك، نسال عليك، نسال لك كل انسان شفته، كل انسان حبيته، متابع كما يقولوا شاره القنوات الجزائريه سواء العامه ولا خاصه، نعرفهم الكل، حتى اللي يدير النشره الجويه نعرفهم، نتفرج بزاف نعرفهم الكل، حتى اللي راهم صاعدين، حتى اللي راهم يعاني، وان شاء الله ربي يكون معاهم وربي يشافيهم. نمد جرعه تاع امل باش نقول ما ندخلش في الدراما، راني الحمد لله ما عندي حتى مشكل، ما سونتي تاعي قرار برك نحول الاتجاه. ديفينشي كان يدير ديسان، ومن بعد ولا خدم الطيارات، ومن بعد خدم هذيك وخدم هذيك، ومن بعد كيما تلقاو باللي كان يدير فيك داهم حاجه مليحه. عدد المواهب تاعك، يكون عندك 1000 استعملهم في 1000. استعملت بزاف التمثيل، دا الحصه الكبيره، ممكن نصلح فيه بزاف حوايج. بون مثل تروحي ليوناردو ديفينشي، اسمحوا لي شغل انا فايتو شويه بصح معليش نتواضع. الوغ نبقاو ان شاء الله في اتصال، سي با اوسي دراماتيك. وشي هو نقول باللي كصوره هكذا في الشاشه انني نتقمص دور ما ظنيتش جدا، لانه انا نقول لكم مش قرار جاي من نقمه، ولا جاي من انني قرار تعسفي، ولا انني انسان مظلوم، ولا انا ما نحبش الفنان ونقولها بكل صراحه يلبس رداء المتهم. لا، لازم لنا شويه فولونتي، مع انني راني اباتو، بصح دائما نتشجع باللي انت يا مخير انك تكون فنان، مخير انك تكون قائد في الفن تاعك، مخير انك تكون تحمل المليحه واللي ماهيش. ما استسلمتش وما فشلتش، ومانيش راح نفشل، ولكن ريح شويه ندور الفولون سيغ لا غوش. نتمناو لي خير، يعني نتمناه لكم الكل، ربي يشافي ان شاء الله كل المرضى، ربي ان شاء الله يرحم كل عزيز فقدناه، ربي ان شاء الله يقوينا، يهز علينا هذا البلاء هذا، يقوي بلادنا ان شاء الله، يبعث لنا الصالحين فيها. دير نيه تاع الخير قبل، وصحح اذا قدرت، وشي لازم تكون النيه هي الاولى صادقه لله، لان اكل المسافرين في الدنيا، هذه قالوها بزاف بصح كي تلحق لسيكونطونت بدات ام بلي شيفري. ان شاء الله ما طولتش عليكم، ما بنتش بنتش بشكل بنت طولت كثرت الهضره. الله يرحم والديكم، بارك الله فيكم، والعام ان شاء الله وانتم بخير، ومع الشعاع تاع الامل تاع الشمس هذا نتلاقاو في نهار خير من هذا ان شاء الله، عام قريب، بارك الله فيكم، بارك الله في العالم.